وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا في استوديو مركز الأخبار السيد أحمد الحداد، عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس. بداية سيد أحمد، نرحب بكم في استوديو مركز الأخبار بتلفزيون البحرين في نشرة الثالثة، ولو تحدثنا عن دعم جلالة الملك المفدى للسلطة التشريعية و دعم جلالته بشكل عام لسلطتين بغرفتيها الشورى والنواب. شكرا أخ عبد الرحمن، أتقدم بالشكر والامتنان والعرفان إلى صاحب الجلالة الملك المفدى على مساندته اللامحدودة للسلطة التشريعية بشقيها مجلس الشورى والنواب. نعم. فجلالته يعني دائما يعودنا على التعاون واللقاء مع جميع أعضاء السلطة التشريعية، وكذلك إلى معالي رئيسي مجلس الشورى والنواب. فخلال شهر رمضان، ليالي شهر رمضان المبارك، نحن دائما نشاهد ونعي جلالته يقوم باستقبال أعضاء البرلمان بشقي الشورى والنواب، ويحثهم على اتخاذ التشريعات والقوانين التي تصب في صالح المواطنين، وهذا ليس بغريب عن جلالته. نعم. فمنذ انطلاق المشروع الإصلاحي، المسيرة المباركة للتطور الديمقراطي والتشريعي مستمرة بمباركة جلالة الملك الله يحفظها. نعم. سيد أحمد، في الفصل التشريعي الخامس تم الخروج بعدة قوانين كقانون العقوبات البديلة والتدابير الإصلاحية، كيف كان لدعم جلالة الملك المفدى الدور في دعم العمل التشريعي بمجلس الشورى تحديدا؟ جلالة الملك الله يحفظه دائما خلال اللقاءات التي عقدها سواء مع السلطة التشريعية أو الجهات الحكومية الأخرى والمواطنين، يعمل ويحث على تطوير وتنمية العملية الديمقراطية في البلاد. طبعا جلالة الله يحفظه خلال المشروع الإصلاحي هنا شهدت البحرين نقلة نوعية فيما يخص تنمية حقوق الإنسان، وهذا طبعا نحن كبحرينيين نفتخر فيه، وخاصة في السلطة التشريعية. فطبعا إذا احنا لاحظنا في الآونة الأخيرة تطبيق العقوبات البديلة، طبعا تطبيق هذه القوانين العقوبات البديلة هي نقلة نوعية لحقوق الإنسان تحسب لمملكة البحرين بلا شك. فاحنا في هذا الشأن سباقون لدول كثيرة في العالم. فأنتهز هذه المناسبة لتقدم بالشكر الجزيل لجلالة الملك الله يحفظه وسمو ولي العهد على هذه المبادرة والمتابعة الحثيثة لتنفيذ العقوبات البديلة والتوسع فيها كذلك. ونحن لا ننسى كذلك دور وزارة الداخلية ممثلة في معالي رئيس وزير الدولة معالي الشيخ راشد بن عبد الله. والإجراءات الكثيرة، يعني هناك كان في لقاء في نادي الضباط في القضيبية، وهناك نوع من الاستعراض اللي تم خلاله. يعني احنا في السلطة التشريعية فخورون وفي البحرين بما اتخذته وزارة الداخلية وتتخذه من إجراءات. يعني العقوبات البديلة ليس فقط هو إطلاق سراح هؤلاء الموقوفين، لا، بل هناك في وزارة الداخلية المسؤولون الآن يقومون، وهناك موقع إلكتروني يتابعون حالات هؤلاء ويعملون على تدريبهم ويعملون على متابعة أحوالهم ودمجهم في المجتمع كي يكونوا مواطنين صالحين يقومون بالمساهمة في التنمية الاقتصادية للبلاد. فهذا ليس بغريب عن البحرين، واحنا دائما يعني جلالة الملك الله يحفظه دائما هموم المواطن لديه ويتابعها، وكذلك الحكومة الموقرة. فاحنا في السلطة التشريعية في الواقع لمسنا هذا خلال الدور الرابع وخلال الأدوار السابقة، ونتطلع كذلك أخ عبد الرحمن إلى إصدار قانون السجون المفتوحة. صحيح. كما علمت الداخلية الآن تعد مشروع
قانون، ونأمل في الدور القادم للبرلمان أن يقر هذا القانون، لأن إقرار هذا القانون سوف يرفع من مصداقية مملكة البحرين داخليا وعلى المستوى الدولي. بلا شك سعادة السيد أحمد الحداد، عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، ننتهز هذه الفرصة لتقديم الشكر والتقدير على جهودكم المقدرة والمشكورة في هذا المجال. السيد أحمد الحداد عضو مجلس الشورى، كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الأخبار وفي استوديو مركز الأخبار. أحسنت أخ عبد الرحمن، شكرا لاستضافتي. طول عمرك، أهلا وسهلا.